الله يدير في لك على شحال. كاين تاع الجزائري داكور رمضان يقترب وإقبال المواطنين على اقتناء مستلزماته بدأ منذ اللحظة. تحضيرات البعض بدأت بشراء أنواع التوابل المختلفة التي تعرف استقراراً وعدم زيادة في الأسعار. وما زادوش العام هذا، كاين عوام وين يزيدوا، كاين كل خط حسب الظروف. وشنو عام هذا كاين لاباس، وكاين صوالح دخلوا ما شاء الله، كما كاين سبيسيال تاع الهند هذوك، حاجه مليحه. والله بليبار يزيدوا في رمضان، كيما زاد شريت عليه واش لازم يزيد بس تاع رمضان، فلفلك حل قرفه قصبر الكركم قفه تاع العود تاع الهند نقصت. وكاين عندنا جزائري ثاني سومه مليحه، قفه عود 130,000 وحاجة جيدة، بس الحانوت عندنا هاو سبيسيال 100,000. مختلف أنواع التوابل متوفرة، وللزبون ما يريده وبالمقدار الذي يتماشى مع ميزانيته وقدرته الشرائية. المعدل 10,000 ميل على حسب النوعية تاع التوابل، على حسب الاستعمال. كاين كيما تاع الشوبالي شوية يستأنف الحريرة، الشوبالي شوية عندهم تحرك في رمضان، كيما العكري وشنو ما زادوش. وكاين نوعيه جديده العام هذا. شريت هذا الشعال نتاع الصحراء، الطازيه، القرطوفه، والكبابه، هادو هما اللي نديروهم في الحسان تاع رمضان. 100 و200 لا بغيتي لا بغيتي. ارتفاع في الطلب على سوق العطاره يقابله استقرار في الاسعار ووفره المنتج. ثلاثيه تشكل الجو العام لاستعدادات المواطنين لشهر رمضان الكريم.